أعزائي مشاهدي البوابة نيوز، أهلا وسهلا بكم. النهاردة موجودين في إحدى المؤتمرات العلمية الهامة التي تناقش وتبحث أهم العلاجات لمرض أنيميا البحر المتوسط، ومشرفنا ومنورنا الأستاذ الدكتور علي طاهر، أستاذ الطب في وحدة أمراض الدم والأورام الجامعة الأمريكية بيروت. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. لو سيادتك تكلمنا دكتور علي عن المرض الذي نحن بصدد نقاش علاجه هنا في مصر، لو تكلمنا عن أعراضه وعن أسبابه في الأساس، وبعدين نتكلم عن طرق العلاج التي نحن بصدد مناقشتها اليوم في مؤتمرنا. نعم، مثل ما بتعرف نحن هاليوم عم نبحث بمرض التلاسيميا أو فقر الدم أنيميا البحر الأبيض المتوسط. هيدول المرضى بيكون في عندهم فقر دم مدقع، هو مرض وراثي. الأم بتكون حامل المرض والأب بيكون حامل، يجي 25% من الأولاد عندهم التلاسيميا الكبرى أو فقر دم بحر الأبيض المتوسط. هيدول المرضى عندهم هبوط في الكريات الحمر وبيصير في عندهم فقر دم قوي، لأنه عندهم فقر دم قوي بيعملوا عوارض كتير من أسباب فقر الدم، تعب، عدم نمو. ولأنه عندهم فقر دم بده يكون علاجهم إعطاء الدم أو نقل الدم، بس لما تنقل الدم في مشاكل كمان بتصير يلي بيزيد الحديد عند المرضى لأنه عم ننقلهم دم. فإذا هيدول المرضى عندهم فقر دم قوي، هالفقر الدم بحاجة لنقل الدم، نقل الدم في حديد، كمان بحاجة لدواء لإزالة الحديد. هيدا ما يسمى العلاج التقليدي للمرضى. بذات الوقت إذا لقيت لهم شخص مطابق أنسجته 100% لقلهم، فيك تعمل زرع لنقي العظم، وهيدول بيصير في عندهم شفاء كامل. منا سهلة، عندها مشاكل وما الكل بيقدروا يعملوها. نحن اليوم بصدد نحكي عن مش العلاج التقليدي، عن العقار الجديد يلي بيرفع الهيموغلوبين، بيزيد الهيموغلوبين عند المرضى. هو ده يعني كان سؤالنا التالي للدكتور علي عن العقار الجديد اللي احنا النهارده بنتكلم عنه، ويعني ايه دوره في علاج تلك المرضى في الفترة المقبلة، يعني قول لنا يعني عندها اكتر دكتور. مثل ما قلت لك هيدا المرض في فقر دم، لأنه في فقر دم بدك تعلي الدم. طريقة لتعلي الدم، تعليق الدم أو نقل الدم أو العقار الجديد يلي بيرفع الهيموغلوبين، وبيصير حاجة المريض لنقل الدم بتتأخر كتير، بدل ما ياخد كل أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة بيصير كل 4-5-6-7-8 أسابيع. سو الهدف منه زيادة الهيموغلوبين، هيدا بحسن نوعية حياة المرضى، بخليهم يروحوا على شغلهم أكتر، بخليهم يكونوا موجودين بالمجتمع وفاعلين بالمجتمع. هيدا العقار بينعطى للي عمرهم فوق 18 سنة ويلي بينقلوا دم بشكل مستمر. هل في أبحاث تم رصدها وبالفعل لذلك العقار ومدى الاستجابة له لهؤلاء المرضى أم لا دكتور؟ أكيد في أبحاث، وإلا ما كنا موجودين اليوم هون لنحكي بالمرض. هيدا الدواء العقار أخذ الأبروفل من الـ FDA ومن الـ EMA، يعني الاتحاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مش هناك عم نحكي عنه اليوم. في دراسات كتيرة، حتى صرنا بعد الدراسات لأنه صار في مرضى كتير عم ياخدوه خارج الدراسة، لوف المرضى عم ياخدوه خارج الدراسة. عقار ممتاز، بيعلي الهيموغلوبين، بس أكيد مش لكل المرضى، للي بيتحسنوا عليه. كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور علي طاهر، أستاذ أمراض الدم والأورام بالجامعة الأمريكية بيروت. شكرا كتير. شكرا.